السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحديث جديد لأداة تي اف تي انلوك، بدنا ننزله. طبعا تنزيله من الرابط الموجود في الموقع الرسمي. الرابط بطيء جدا جدا جدا، يعني 5 ساعات واربع ساعات وحكي كثير. المهم راح انزل لكم رابط، راح اترك لكم اياه بالوصف. هذا الرابط راح يكون تنزيل من جوجل درايف او من ميديا فاير، راح يكون سريع عادي، يعني ما عليه اي مشكلة. تمام، انا نزلت الرابط، طبعا حملت الملف من الموقع الرسمي، وهلأ بدنا نثبت الملف. أول شيء بدنا نروح على الملف اللي حملناه TFT، أيوه، نعمل Extract، فك الضغط، كلمة السر TFT، لا 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 TFT كابيتال كلياتها. طبعا انا اول مره بدي انزله، فبدي انزله انا معكم. هي هيك فك الضغط، بنروح على الملف، بنروح مباشره على السيت اب تبعت الملف. طبعا انا حاولت اني احمله، طلب مني ابديت وضغطت على الزر بس اتاخر كثير ويحمل لانه بطيء الموقع، فانا اتبعت الخطوه هاي، بتنزل الرابط وبتنزله من جديد. انا لسه الملف نازل عندي، يعني انا ما حذفته. كلمه السر برضو تي اف تي. هاي الاداه طبعا مجانية، هاي الأداة بتساعدك بأنك تتخطى حساب جوجل، تعمل سوفتوير لجميع الأجهزة، فيها كثير شرحنا عنها بكثير فيديوهات قبل. أغلب الأجهزة بشتغلها عليها وبنزل فيديوهات، بحاول قدر المستطاع أشرح نفس الأجهزة اللي أنا بشتغل عليها عشان نعرف شو الطريقة، كيف نتخطى حساب جوجل، كيف نفك البوت لودر، كيف نعمل سوفتوير. يعني الأداة كويسة والأمور كويسة فيها، وان شاء الله في كمان تحديث قريب، راح يكون في تحديث للعناصر الموجوده داخل الاداه، يعني تحديثات للاجهزه، للفيرجنات، ل 12 و13 اندرويد، راح يكون فيها تحديثات كثير. اي شيء بصعب عليك اكتب لي بالتعليقات، وفي عندك في لمحه كل مواقع التواصل الاجتماعي بتقدر تبعث لي مسج، ان شاء الله ما بتاخر عنك. الحمد لله كل حدا ببعث لي برد عليه وبحاول اساعده قدر المستطاع. اي هيك خلص فينيش، بعدين شو صار؟ خلص هون، هي نزلت هون. خلينا نفتحها نشوف، نفتح الاداة ونشوف شو الوضع. الوضع مستتب، هي صار هون الفيرجن صار 2 زي ما انتم شايفين، 3.1.1.2. طبعا راح اعدل الرابط على كل المواقع، على كل الفيديوهات اللي انا عملتها سابقا، لانه الرابط طبعا اختلف، ما بدي حدا ينزل ويحكي لي مش شغال البرنامج عشان اضبط له اياه. راح اعدل كل الروابط ان شاء الله، ارجع لها كلها. ما شاء الله فتحت الاداة هيك يا جماعة، فتحت الاداة والاداة تعمل بشكل جيد جدا. هاي الاجهزة، هاي السامسونج، هاي الانفينكس، الهواوي، كل امورها تمام. حبيت اورجيكم بس فيديو سريع طريقة تنزيلها عشان وطريقة تحميلها، والرابط راح اترك لكم اياه بالوصف. تدخل على الرابط بحولك على المنتدى مباشرة، في رابط تضغط عليه بتبلش تنزل عندك برابط سريع التحميل. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.